بتدور على حد يا كابتن؟ اه والنبي يا اخي بعد اذنك، في ناس ساكنه في الدور الاول هنا اللي هم جماعه الحاج عبد الحي سليم. مين؟ الحاج عبد الحي سليم. دول مشوا من زمان. مشوا؟ طيب ما عندكش فكره راحوا فين؟ ما اعرفش والله، بس بيقولوا ان هو في السجن بقاله كام سنه. سجن؟ انهي سجن؟ الله اعلم. متشكر. تشرب حاجه. تشكر. السلام عليكم. بس يا ده تموته يلا. اوعى يا عم يا ده تعوره بعد. بس يلا قوم اجري. يلا اجري. اوعى يا عم يا ده. بس انت ايه مالك عامل فيه 10 رجاله فوق بعض كده؟ مالك فيه ايه؟ خليته يجري. اسمك ايه وانت مال؟ رد بلاش لماضي. اسمك ايه؟ اسمي رضا. اروح الجيزه ازاي يا رضا؟ يا ده مش بكلمك هنا، اروح الجيزه ازاي؟ مواصلات. لا كعاب يا فتك. كعاب ايه يا عم؟ بسافر من هنا. طب ما تقول لي اروح ازاي ما انت مفتح كده. تعال اشوف لك توصيل. تعال ما تتنحش. ما تتنحش. اتكلم عادل يا ده. انت بتضربه ليه بقى يا سرد؟ خد السيجاره مني. سيجاره ايه وانت كلك عقده بتشرب سجاير من دلوقتي بلا ميله؟ تشكر يا خميس. ربنا يخليك يا حبيبي. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا ترى صبحي موجود؟ اقول له مين؟ تيتو. اه سامي. تيتو الحمد لله على السلامه. تيتو ازيك يا صبحي؟ ازيك يا ولد؟ ليك وحشه صبحي والله. وانت كمان اخبارك ايه؟ الحمد لله. رضا والله زمان. تعالى مش هتقل عليك، هما يومين ويحلها ربنا بعد كده. عيب ما تقولش الكلام ده يا تيتو. أنا مش ناسي وقفتك جنبي في السجن. صبحي الأوضة جاهزة، عايز مني أي حاجة تانية؟ ما تحرمش. طيب أنا همشي بقى. اصبري شوية وهنزل أروحك. طيب أوكي. خلينا نتكلم في الشغل. ليك في السواقة؟ ضرب النار؟ أنت عارف يا صبحي أخوك جن، بس يعني ما تقلقش، لسه قدامنا وقت. بقول لك إيه؟ ما تخلعني من الشغلانه دي. ابوس ايدك، انا ما صدقت خرجت. يا ابني انا عايز اطلع لك قرشين. الدنيا اشفرت وما بقتش زي الاول. لا هتعرف تشتغل شغلانه شريفه ولا هتعرف تعمل فلوس. ما تقلقش انا مرتب كل حاجه، بس انت قدم المشيئه.